فهذه النقطة الأولى يا أخواني في الحكمة في قبول الأعمال، في خفاء القبول قبول الأعمال، وأن الله سبحانه لم يظهره للبشر حتى يبقى المسلم في وجل وفي خوف أن الله قد تقبل أو لم يتقبل، فيكرر العمل. حجيت مرة إيه نعم، حج مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، قل مع لعل الله ما استجاب لي أو ما قبل مني. والصلوات، حسن من صلاتك، صدقاتك، حسن من صدقاتك، صيامك، اثنين وخميس، الأعمال، بادر في قراءة القرآن، ختمة، ختمتين، ثلاث، طول عمرك حتى يتقبل الله منك. طيب وإذا يتقبل الله منك عملا فأنت متقي، ما الدليل؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. طيب وإذا كنت متقي؟ قال الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله، ولهذا هذا الفقه فقهه ابن مسعود، قال لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل مني عملا واحدا ضمنت الجنة، ضمنت الجنة. فإذا يا أخواني لابد أن نولي هذه الأعمال الصالحة يعني عناية كبيرة من حيث يعني أداء الشروط، شروط العبادة وحسن العبادة والالتفات إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى غيره جل وعلا.